هذا وقد رصدت كاميرا الغد مقاطعة أحد المواطنين داخل أحد شرفات المجلس لعملية التصويت على منح الثقة لحكومة عمر الرزاز، فيما هدد المواطن برمي نفسه من الشرفة قبل أن يتمكن أفراد الأمن من الإمساك به. طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة من الأمن اصطحاب المواطن إلى مكتبه للنظر في طلباته متعهدا بالوقوف إلى جانبه، فيما أظهرت صور أخرى خروج هذا المواطن إلى جانب رئيس الوزراء. لا سمعت مكاتبنا